السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم بتفسير الأحلام. يقول ابن سيرين أن الجن في المنام يدل على دهاء الناس لقول الناس فلان جني. ويقول الشيخ النابلسي في تفسيره لرؤية الجن في المنام: هم أصحاب الاحتيال لأمور الدنيا وغرورها، إلا إذا كان مرئي من الجن حكيما ذو بر وينطق بالعلم وبلغة مفهومة. ورؤية الجن في المنام داخل البيت تدل على السحر والحسد والعداوة التي لا يتعرض لها صاحب المنام، خصوصا إذا كان مرعوبا من الجن في بيته، أو كان الجن في المنام يعيث في البيت فسادا وخرابا. أما تعليم الجن للقرآن في المنام فيدل على السلطة والمناصب حسب تفسيرات ابن سيرين، ومن رأى نفسه كأنه يعلم الجن القرآن في المنام أو رأى الجن يسمعون منه القرآن فهذا يرمز للترقية والسلطة في أهله وفي عمله. أما رؤية الجن في المنام وقراءة القرآن فتدل على الأمانة والحماية من كل خطر، ومن رأى الجن في الحلم وقراءة القرآن فهو ينجو من عدو أو ينجو من الفتن. فيما الرقية من الجن في المنام فهي تدل على توفيق من الله عز وجل للراعي، ورؤية الشيخ المعالج يرقي صاحب الحلم من الجن تدل على الحماية من كل شر بإذن الله. فيما يأتي تفسير حلم مصارعة الجن بحسب الراعي أولا وبحسب الغالب والمغلوب ثانيا، فرؤية العراك مع الجن في المنام تدل على النصر في الخصومة إذا كان الراعي هو الغالب. كذلك من رأى أنه يصارع الجن في المنام فأمسكه وأوثق قيده يكون ذلك دليلا على غلبته في حرب مع أعدائه. فيما قال: رأيت الجن يطاردني في المنام، فهو يتعرض للفتنة في دينه أو الإغواء في عمله وحياته. أما الشيخ فيقول الشيخ النابلسي عن رؤية مصاحبة الجن في المنام أن الراعي قريب من أهل الأسفار والمطلعين على الأسرار، ومصاحبة الجن في المنام قد تضل أيضا على الأسفار في البر والبحر. الخوف من الجن في المنام يرمز إلى الرهبة والخوف من العداوة أو الأذى، لكن صاحب الحلم ينجو بإذن الله. من رأى أنه يتزوج من الجن في المنام فقد ابتلى بذلك الفسق والفجور، وربما يشتري شيئا فيجد به علة وعيبا. أما رؤية الجن في المنام العزباء فيدل على هوى نفسها، وإن رأت العزباء الجن في البيت ذلك دلالة على كثرة المشاكل وربما يدل على الحسد. فيما رؤية الجن في المنام المتزوجة فيرمز إلى قلقها أو شعورها بالهم من تربية أولادها وعلاقتها بزوجها. هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد.